نعم. شيخ حفظك الله، لو قلت لرجل اشتري سيارة وأنا سوف اشتري، لو كلمت رجل قلت اشتري سيارة بمبلغ وأنا سوف أخذها منك بأقساط، بأكثر أو بالمثل؟ لا، المثل غير. وإذا كان بأكثر هذا ما لا يجوز. يعني إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص أنا ما عندي فلوس اشتر لي السيارة وابعها علي بزيادة مقصرة، هذا حرام، لأنه حيلة واضحة. بدل ما يقول للرجل أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساط أكثر، صار يتحيل ويقول اشتريها لي وثم بيعها علي. فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ ها؟ إذا كان هو ما يملك السلعة يعني لا يتاجر فيها، هذا أشد يكون. أما لو السلعة عنده وجاء إنسان وقال والله أنا أريد تبيع عليها هذه السيارة مقسطة، هذا ما فيها بأس.